في خطوة من شأنها تعزيز القطاع البحري الذي يعد أكثر وسائل النقل ملائمة لحاجاته التجارية ومقدرتها على نقل معظم البضائع، انطلق مؤتمر صحفي بمشاركة عددا من رؤساء القطاع البحري العربي لتأكيد أهم الأعمال التحضيرية للملتقى البحري العربي الأول الذي سيعقد في 24 من شهر شباط المقبل في المملكة الأردنية الهاشمية. إن الملتقى البحري العربي يعد الحدث البحري الأكبر ونقطة الانطلاق الحقيقية لتطوير قطاع النقل البحري العربي. وناقش المؤتمر أهم التجارب والمستجدات الطريئة بغرض الاستفادة منها في وضع الاستراتيجيات المستقبلية لتحديث هذا القطاع. وباعتبار الملتقى الأول من نوعه على الصعيد العربي، أكد توازير النقل الأردنية لينشباب أن هذا الملتقى يضم أكبر تجمع للشركات العربية العاملة في مجال النقل وخدمات الموانئ وهيئات التصنيف البحرية الدولية وغيرها. وجاء اختيار الأردن لعقد المؤتمر لتمتعه بموقع جغرافي متميز ووجود فرص استثمارية يجب استغلالها لتنشيط الحركة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والخارجي.